بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس أعلنت جوجل عن الأندرويد 11. طبعاً الأندرويد 11 ما جاء بتغييرات كثيرة في التصميم، لكن جاء تقريباً بمميزات قليلة. إن شاء الله راح أتكلم اليوم عن أهم 10 مميزات. فالآن لو جيت دخلت أنا على الإعدادات وبعدين دخلت على About Phone، فأنا عندي البيكسل 4، وبنلاحظ أن الأندرويد فيرجن هو الأندرويد R يسمونه الآن، لكن راح ينزل اللي هو بمسمى الأندرويد 11، لأنه جوجل في نظام الأندرويد تخلت عن الأحرف أو الحلويات اللي كانت تعلن عنها قبل، والآن أصبحت بالأرقام. أول ميزة أضافتها جوجل، وأنا برأيي أهم ميزة ومستغرب أن جوجل ما أضافتها إلا في إصدار الأندرويد 11، هي ميزة تصوير شاشة الجهاز. فالآن لو رحت إلى الأعلى فراح تحصل أيقونة جديدة اللي هي سكرين ريكورد، لو ما ظهرت عندك تضغط على صورة القلم هنا وراح تنضاف عندك، لأنها في الأساس ما تجي مضافة من البداية. فالآن مجرد أني أضغط على سكرين ريكورد فراح يعطيني هنا مسج يقول لي انه راح يبدا التسجيل وانه ما راح يسجل صوت واشياء ثانيه. فالان مجرد اني اضغط على ستارت ناو الان بامكاني اني اجي اتصفح الجهاز، وبعد ما اخلص اضغط مره ثانيه هنا على سكرين ريكورد فالان راح يحفظ لي الفيديو اللي انا سجلته. طبعا لو رحت الى مركز الاشعارات الان فبتلاحظ هنا انه في سكرين ريكوردينج وسكرين ريكوردينج سيفد تاب تو فيو، فالان هذا الفيديو اللي انا سجلته. الميزه الثالثه هي ميزه الريفرش ريت. من المعروف انه شاشه البكسل 4 تدعم تردد حتى 90 هرتز، فالان تقدر انك انت تضيف الرقم هذا على شاشه الجهاز. فالان لو رحت للاعدادات وبعدين نزلت تحت ودخلت على السيستم وبعدين دخلت بعدها على ادفانسد ودخلت على الديفلوبر اوبشن، فنزلت تحت راح تحصل حاجة اسمها الريفرش ريت أو شو ريفرش ريت. فالآن مجرد أنك أنت تختاره فراح يظهر لك الرقم هذا، الآن هو 90 لأنه لكن راح ينزل بعد فترة عشان يحفظ البطارية، فراح تلاحظ أنه ينزل إلى 60، لكن بعض الأحيان لما تجي تدخل الإعدادات تلاحظ أنه يرجع إلى رقم 90. فتقدر تظهر الرقم اللي هو معدل تحديث الشاشة على شاشة الجهاز. أيضا من المميزات هي جدولة الثيم الغامق. فلا لو رحت للإعدادات وبعدين دخلت على ديسبلي أو الشاشة وبعدين دخلت على الدارك ثيم، فالآن تقدر تعمل له جدولة. فتقدر أنك أنت تختار أنه يكون من شروق الشمس إلى غروبها، أو أنك أنت تحدد وقت معين. فعلى سبيل المثال هنا بحدد وقت معين، فبيكون وقتها راح يتحول للثيم الغامق. وحتى لو رحت للأعلى فالآن بتلاحظ أنه راح يعطيك جدول أو الجدول اللي أنت حطيته، الوقت اللي حطيته هنا في الإعدادات. وطبعا بإمكانك أنك توصل للإعدادات بأنك تستمر بالضغط على أيقونة الدارك ثيم. الميزة الخامسة هي ميزة تثبيت مشاركة التطبيقات. فالآن على سبيل المثال وأنا على الصفحة هذه وبعدين جيت ضغطت على زر المشاركة، فالآن لو جيت أنا من هنا حبيت أني أثبت واحد من التطبيقات هذه، مثلا على سبيل المثال الدرايف هنا، فمجرد أني أجي أضغط عليه وأقول له بن فالآن نضاف عندي في الآلة. فأقدر الآن أثبت 4 تطبيقات، في السابق كان تطبيقين، الآن تقدر أنك تثبت إلى حد 4 تطبيقات. الميزة السادسة هي أنه الآن إذا جيت فعلت وضع الطيران ما راح يتقفل البلوتوث إذا كان موصل بسماعة. فأنا الآن على سبيل المثال بدخل على البلوتوث، فبنلاحظ أني أنا شابك الإيربودز على البلوتوث. الآن لو جيت أنا وفعلت وضعية الطيران فالآن البلوتوث راح يستمر شغال. طبعا لو جيت أنا الآن على سبيل المثال ألغيت البلوتوث هنا فأقول له ديسكونكت الآن، فرجعت الآن وفعلت وضع الطيران مرة ثانية فالآن راح يتقفل البلوتوث. فالبلوتوث إذا فعلت وضع الطيران وكان في سماعة مشبوكة عليه ما راح يتقفل معك الآن. في ميزة حلوة أضافوها هي أنه تفعيل وضعية عدم الإزعاج إذا شغلت الكاميرا. فالآن لو رحت للإعدادات بعدين دخلت على Apps and Notifications بعدين رحت للأدفانسد هنا وبعدين دخلت على Special App Access وبعدين دخلت على Do Not Disturb Access، فالآن على سبيل المثال هنا في الكاميرا أنا مفعل فيها وضعية عدم الإزعاج، بحيث أنه أنا لو كنت أصور شيء وجتني مكالمة ما راح يعني على طول تظهر لك المكالمة وتلغي التصوير اللي انت تعمله. فهذه ميزة عجبتني الصراحة. في نظام الاندرويد 11 حسنت جوجل من الخصوصية. فالآن لما تيجي تدخل على الاعدادات وتدخل بعدين على الابز النوتيفيكيشن، حتى تطبيقات النظام تقدر تسمح لها انها توصل لموقعك او الكاميرا او جهة الاتصال
مرة واحدة أو أنك تسمح لها دائما أو أنك أنت تلغي التفعيل. فعلى سبيل المثال الكاميرا الآن تقدر أنك أنت تتحكم أنها يسألك كل مرة هل أنت حاب تشغل الكاميرا ولا لا. فلو دخلت الآن على السماحية الآن وبعدين دخلت على كاميرا تقدر أنك أنت تخليها دائما أو أنه كل مرة يسألك أو أنك أنت تلغي تفعيلها. فلا لو جيت دخلت على الكاميرا الآن فراح يسألني يقول لي تبغاها بس المرة هذه ولا دائما، ولا أنت تستخدم تطبيق الكاميرا أنه يوصل لإعدادات الكاميرا أو غيرها. طبعا هذه تنفع مثلا في جوجل مابس، هل أنت تبغى يوصل لموقعك ولا ما تبغاه يوصل إلى موقعك بشكل دائم. فجوجل اهتمت بالخصوصية زي ما هو موجود في الآيفون في نظام الأندرويد 11. من المميزات أيضا اللي أضافوها واللي ما هي ظاهرة لنا أنه في دعم الآن أفضل لل 5G، في دعم أفضل للشاشات المرنة والقابلة للطي، وفي مثلا في البلوتوث تقدر الآن إذا دخلت على إعدادات المطورين تقدر أنك أنت السماعة اللي أنت شابكها تقدر تعرف الكودكس اللي تدعمها. ففي إصلاحات كثيرة ما هي ظاهرة لنا فاهتمت فيها جوجل في نظام الأندرويد 11. طبعا هذه هي من المميزات في نظام الأندرويد 11. زي ما قلت هذا أول إصدار نزل متوافق مع أجهزة البيكسل 2 والبيكسل 3 والبيكسل 4 بكل أنواعها. ما أنصح أنك تتحمله على جهاز البيكسل لو كان جهاز البيكسل هذا هو جهازك الأساسي اللي أنت تستخدمه بشكل يومي، لأنه ممكن ما هو بكل التطبيقات تشتغل بشكل جيد. لكن لو كان عندك جهاز بيكسل على جنب ما تستخدمه وحبيت أنك تجرب أنا أنصحك أنك أنت تجربه. طبعا هذا هو الإصدار الأولي نزل أمس. في شهر 5 جوجل راح تعقد مؤتمر وممكن أنها تضيف مميزات لهذا النظام. شهر 8 راح ينزل بشكل رسمي لكل الناس، وبعدها الشركات راح تبدأ تعتمد نظام الأندرويد 11 في أجهزتها. لكن أول أجهزة هي الأندرويد، أول أجهزة هي البيكسل وبعدها باقي الأجهزة من المصنعين الثاني. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان في ميزة ما ذكرتها ياريت تقولونها لي في خانة التعليقات تحت أو على حسابي في السناب. ولو كان عندكم أي سؤال أو استفسار ياريت تذكرونه لي. طبعا لو أضافت جوجل ميزات أكثر بإذن الله راح أتكلم عنها في فيديو قادم، فتأكدوا أنكم مشتركين بالقناة. يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.